مد عقوبة طبعاً. presence of sugar in urine. إذا واحد شكيت عنده diabetes mellitus أو في العلامات الأخرى. شيكت اليورين مالته there is no sugar in the urine. والبعض فحص موقوف. Why should I say this diabetes mellitus؟ ما بأخذ علاج. لذا واحد مرات يأخذون علاج ما يصير. طلع. يعني واحدة من الأشياء المهمة شسمه قبل كانوا قبل مقتح على المختبرات أيام العصور المظلمة كان واحدة من طرق التشخيص أن يذوقون الإدرار مع المريض يذوقون شو تسوي يعني مضطرين يذوقون يشوفوا حلو لو مو حلو أوكي لا بس أنا أذكركم بالحكاية على أنه الشجر إن يورين لا تنسون هاي الحكاية شجر بس مو شجر بالبلاد اعتياد الشوغر يصعد بالبلد الى ارتفاعات كلش عاليه لكن الكيدني از اندر كنترول ما تعبر الجلوكوز تو ذا يورين اوكي نبا ليش لان اكو زايبتك اكشن وهرمونال اكشن ويشتغل الانسولين على الكيدني ويشتغل على كل مكان يمنع ان يطلع اذا عمر حدود الطبيعيه والانسولين ضعيف او الانسولين قليل ضعيف بالشغل مالته بالاكتيفيتي او قليل بالحجم مالته يطلع يعمر فإذا علامات الديابيتس ميليتس شنو أنه هي كلمة يعني ده عشان يصير عنوان ديابيتس ميليتس يعني يورين إن دي شوغر إن يورين أوكي هو العنوان دي على ديك على التشخيص شوغر إن يورين ها شنو معناته تتحقق بالمعنى هذا شوغر يورين شوغر what is sugar sugar is the source of energy جلوكوز هو يسمونه بلاد شوغر يعني سكر الدم ما يدخل للبلاد الا كل ما ناكل ونشرب من الكربوهيدرات يتحول لجلوكوز الجلوكوز هو العمده من الميتوكوندريا من الاي تي بي يحول الاي دي بي الى اي تي بي بالاكسديشن والاكسفوسفوريزيشن ويحول الى شنو اي تي بي فوسفوريزيشن واكسيديتيف فوسفوريليشن فايش يتحول تحول الى اي تي بي فاذا انت تفقد اليور الشوغر باليورين يعني هذا لوزنج انرجي اي بابا وجع لي شكل كيف ساعه تقول قاعد قهوه لا والله يو ار لوزنج انرجي يو ار لوزنج واتس كولد بيلدينج يونتس الجلوكوز ذات واحده من علامات الدايبيتس مالتس انه ذي ستارت تو لوز ويت لانه to lose weight, okay? وين دفتر وين القلم؟ نسيت مو؟ تزوج ولا ما مزوج؟ قريبا إن شاء الله. وين وين؟ لي ورا. شو الخبرية؟ وين نرجع والله قطعته حكي معك والله أفكار ما تشت. والله ما هديش داعش يا ترى. لوس اوف انرجي يعني شاي جرعه شاي واسد انت سبسبت الافكار وانت تقطع من ولا ابو القريبه كذاب انا حرفه بعيون ابو القريبه انت بعيدا اخر واحد تزوج يلا نرجع على شايتنا فإذا diabetes is sugar in urine يعني energy in urine يعني building units in urine يعني you are losing something important اللي هو مسؤول عن building of the protein الكربوهيدرات تتحول بالجلوكونيوجينيسيس تحويل الجلوكوز إلى يما قلبي يما نايم شو يا الله أشكرك باباتي اليوم دمرت انت كل يوم سبع اليوم مو سبع اليوم مقطم بينك فهذا الدايبيتس كتعريف يعني عند تعريف الاسم مو الموضوع حتى تفهمون تقولون دايبيتس بس تعرف تحكي something very important كلمة دايبيتس ميليتس بعدين شغلة أخرى عند ليش طلعت سلايدات والله على مود هاي الأشياء هسه راح أقولها المثقف الطبيب المثقف طبيب الأسنان طبيب المثقف أو صيدلي يعني يكتب دايبيتس ميليتس بأي مكان عيب عليه اول وحده ده كابيتال الثانيه يجب ان تكون سمول لتر حتى لو انت تكتب سمول لتر يعني مثلا كل كلمه تسويها كابيتال
هاي كلمة واحدة diabetes mellitus أول جزء من عندها capital، ثاني واحد شنو؟ اسمه قاعدة من القواعد الإنجليزية اللاتينية بكتابة أسماء الأمراض. طبيب اللي بيكتب diabetes mellitus هاي غلط، أنا قصرت خليته. This is wrong. Diabetes mellitus لازم mellitus يصير شنو؟ small one. ما أدري بيش ما صار تشك. طلع نعرفكم عليهم بس طابة من عندي ترى، والله طابة من عندي. لا تحشيها. لا 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 عملوا بالمجوّد. وايد راعي كان. حسيت معه. This is the this is the right one. Okay. Small letter. هاي الكتابة الصحيحة تدل على الثقافة وتدل يعني باقي الكلمات كلها تكابتل تبدي كابتل كابتل بس بوصلك diabetes mellitus. Mellitus is a small letter. دي كلمة واحدة تعتبر diabetes mellitus. بس بيفصلوها. هاي واحدة أول نقطة. مختصر مالتها. DM. DM. DM يعني بالإنجليزي دي دونكي وبالعربي مطي. DM. أوكي. شو اشتم عندك؟ عندك إنجليزي ولا عربي؟ يا الله ولا يهمك. Definition. Diabetes mellitus. هذه النقطة الأساسية. ليش حضور المحاضرة مو في بابات؟ هي هاي التعليقات اللي يعني ما حب حضر لها هسه دعتيها. أهم نقطة تفهموها بالدفنيشن اوف diabetes it's a multi-system disease. أكثر diseases لا حباب أشو تصاير كلش من شلونك SBRT صاير تعرف شو SBRT يحسر بوت اهم شيء بنحكي بالتعريف مالتي سيستم يعني اكو امراض تضرب العين تضرب الاذن تضرب البدن شنو ما تضرب غير شيء واحد هذا لا يضرب العين والاذن والكلى فاهم اكثر التعريف انه اتس مالتي سيستم ديزيز متابوليك هاي النقطه الثانيه فكانت متابوليك لا ما ليش ايوه ما يخاف يا متابوليك اتس متابوليك مالتي سيستم ديزيز المتابوليزم خربطت زين والشغله الثانيه اس ريليتد تو هسه راح تيجي شلون راح تيجي بالتعليم مو الترتيبات يعني مو ناقل المكان ولا اسوي كوبي بيست diabetes mellitus is a multi system disease related to what يعني شنو علاقتها باي شيء بالكرونيسيتي اتس ا كرونيك ديزيز whether acute or chronic or يعني تايب 1 او تايب 2 او تايب 3 كرونيك فكرونيسيتي هاي واحده ثانيه abnormal هاي اللي بتقول عن شايلها من الحمار abnormal metabolism of شنو of fuel الجلوكوز هو الفيول الفات الفيول الوقود الوقود أبو الموبايل الوقود والفرق بين الوقود والوقود الوقود المادة بابا والوقود ما تنتج المادة من السعر وهذا القرآن ما مقصر بيها قتل أصحاب الأخدود الناري ذات الوقود مو الوقود الوقود الفحم الوقود السعر سعر مال الوقود أولا يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعامهم لها مالكهم وذللناها لكم فمنها ركوبهم وليست ركوبهم الركوب هو ما يركب والركوب الركوب الحصان هو ركوبك وأنت تركبه أنت جسمك صاحب الركوب لكن الركوب المادة اللي تركبها أوكي عكس الموضوع نعمة ونعمة هاي ثقافة بواتي النعمة الأكل والشرب والتاكلة والفلوس وهاي نعمة النعمة ما تحصلها ونعمة فيها فاكهين يعني ما تتمتع بيه من النعمة هو نعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين فنرجع الوقود الفيول جلوكوز والفات لذلك يفقد فات لأن ما هو جلوكوز يحركون الفات يبدي يحرك الفات هو يبدي يضحب الإنسان شو بقى من مثلا 4-5 سنوات تخين هاي شنو؟ إبراهيم قال له العالم إبراهيم
قال ما شاء الله حتى اسمك متغير. راعي ضعفان وكلش من ورا شنو لوزينج انرجي بليورين. اوكي ان شاء الله الاخرى endocrine disorder causes abnormal insulin production. هي تعريفها انه عندنا المشكله وين طامه الكبرى بالانسولين. الانسولين اما abnormally بالكميه قليل يعني بيتا سيلز او البيتا سيلز اوف ذا اوف البنكرياس بتفرز الانسولين هاي تايب 1 بعد ذلك عندنا يصير شنو ديفيشنسي او انسولين موجود والكميه بالعكس اكثر من الطبيعي لكن ضعيف الكوليسترول مو هو الانسولين ما يشتغل الريسبتر عاطل الريسبتر اللي يشتغل عليه الانسولين ما يشتغل يعني انت عندك مفاتيح وما كنت ترى مع الباب بس الباب شو اسمه مالته الفتحه مكسوره شنو قيمه المفاتيح الهوايه ومرات عندك الباب كل شيء ما فيه بس مفتاح ما عندك الفرق الاول نوع الاول مفتاح ما عندك ثاني واحد المكان المفتاح الهول يعني كي هول عاطله مكسوره اوكي او داحسين بيها فالشغله اللي بيطف بيها المفتاح وياي فهد اول وحده تايب 1 والثاني وحده تايب 2 او التايب 2 خلاص ايش شايل كوب المفاتيح ثاني واحد عم يفتح ما حد يقل مفتاح هذا تايب 1 اوكي بعدين هاي النقطه الثالثه فاذا disorder in abnormal insulin production او impaired insulin شنو utilization هسه حكينا النوع الثاني او both of them مرات اثنينهم هم انسولين قليل وهم الانسولين الموجود ما يشتغل عدل فاذا both abnormal production and impaired يعني خلل ب impaired utilization وهذا هو طعمه الكبرى يعني يستخدم combine شنو type 1 and type 2 يعني يبدي هو تايب 2 نفسه من النوم من الجسم من ال هواي اشياء سي بعدين شويه شويه يتحول لتايب 1 حتى الا الانسولين ياخذ اوكي تايب 1 يعني انسولين ما عنده انسولين تايب 2 لا عنده انسولين كوم عنده هايبر انسولين يمي هو لكن انت شو تسوي تحاول تصلح شنو ريسبتورز وياي ما يعطي انسولين ابو التايب 2 الا اذا ما اشتغل كل شيء الحبوب مرات هاي غلطتي لكن شنو اللايف ستايل تشينج حكينا لايف ستايل تشينج يحل لك المشكله سمين ضعفه يشرب عرق بطله يدخن قلله زين دفتر ما يجيب وقلم ما يجيب طلعه نص من ال اوكي هسه نجي على بعد شنو diabetes mellitus is a leading ليش مصيبه وليش احنا ليش نتعرض لديابيتس mellitus diabetes mellitus is a leading cause of what اول شيء heart diseases كاد اخذناها coronary artery disease بس انا تفاصيل شو تصير through the atherosclerotic changes stroke قلنا اذا stroke انه وحدها تفصل البرين اذا قلنا heart stroke لا عرفتها بس اذا ذكرت بدون تعريف يعني معناه سيريبرال سي في اي سي في اي اما كارديو فاسكولار ديزيز او سيريبرال فاسكولار اكسيدنت دير بالكم اوكي فسي في اي معناه ستروك مو ستروك سي ستروك ستروك كلمه سترونج ستيل ليش لانه الانجليزي يطول الشسمه كومباراتيف ديجريز على الاكسنت كم وحده يعني انت عندك كلمه بيوتيفول ثلاثه تصير مور بيوتيفول موست بيوتيفول بينما اذا كلمه وحده تصير ذا بيست او ذا بيتر ذا بيست جود بيتر بيست دونت ليف ذا بريس انتل يور جود از بيتر اند يور بيتر از بيست لذلك تبي تقول سترونج يعني سترونجر سترونجست لو هي سترونج صارت ذا بوست سترونج ذا موست سترونج وحده اوكي لغه وراكم وراكم نجي ثاني واحدة adult بلاي يعني الادلت ما يساعدون بلاي تسبابات غير الديزيز تسوي لك دابتك دول التايب 1 هم خطيه الادلت هم خطيه يساعدون بلاي واحد شاف شباب خطيه ينقطع عينه من ورا شنو تايب 1 يعني انسولين ما عنده ضعيف انسولين او امبيرد فانكشن اوف انسولين adult blindness the commonest cause of adult blindness هاي ايضا لازم يعرف عن diabetes mellitus يعني قصدي شنو قصدي اذا شفت واحد يشكي من عيونه ومشاعر فكر بالدايابيتس ميليتس اوكي تايب 1 وتسال راسا شوف جلده عظمه
تطلع روحك وين بيكم؟ ذكر هذا عادي ثاني يلا تفضل دفتر كان وينك؟ عم شو اسمه كان عم شرح حبابي يلا شو اخذت زين مو جمعت نام؟ يلا adult blindness اوكي؟ بدكت يعني اذا سمعت انه واحد ادلت او يعني شباب وصار عنده بلايندنس تشوفه ثين فكر بدافي تسمع الشبابات هذا قصد بيها النقطه الرابعه نتروباتيك لور ليم امبيتيشن يعني اكثر سبب هي طبعا مهم ليدنج كوز اوف شنو بالامبيتيشن اللي مو سببها تروما ليش يصير مثلا سكلوز يصير بلوك يصير ثرومبوسيس يصير جانجرين قطعيه امبيتيشن دك هل دافي تسمع special type 1 pathophysiology احنا ما نقدر نفهم pathophysiology of diabetes unless we know the insulin functions of insulin metabolism normal insulin metabolism الانسولين طبعا is a hormone synthesized and secreted by the pancreas شنو هذا produced by the beta cells وما خلينا نشوف عندنا درس كونفيشن مو قلت لكم ذكر in the iris of Langerhans, as I show you, cells of the Langerhans cells of the pancreas, يعني. وأيضا it has facilitates سهل normal glucose range between 70 and 120 على normal. بعدين insulin promotes glucose transport from the you know, from the bloodstream across the cell membrane to the cytoplasm of the cell. ليش حكي روح الميتوكوندريا هو كل بدوقة تدخل الميتوكوندريا الميتوكوندريا تنتظر شو يدخل الجلوكوز إلى السيتوبلازم أو السيتوسول وبعدين يدخل بالميتوكوندريا حتى يتحول إلى ATP. طبعاً ATP مسؤول عن شوفك وعن سمعك وعن نومك وعن تفكيرك وعن عضلاتك وحيلك وعن عظامك وعن ذلك بالدايابيتس ميلتس اذا بدا يتخربط وما ياخذ العلاج وما شنو هذه ذلك كله عطلا لا يسمع زين لا يشوف زين لا يقوم زين شو اسمه يحس بالنفول والتعب يحس بالضعف يعني مأساة الجلوكوز مالته ما يشتغل ما يطب حتى يسوي بلوك للسشايت يسموه يعني ما يقوم يشتهي وايد يصير يشتهي بس ما ماكو فايده من الاكل مالته ياكل ويضعف زين طب بالله يطلع منا وما كل فايده من الاكل مالته ف هذه صوره حلوه ك ماكرو بيكتشر انه this is the liver هذا الليفر وهذا الستمك هذا السابق الستمك واللي يجي بعدين ديودينم وهنا البنكرياس الراس مالته يكتب بالسي curve of the pancreas وإذا نأخذ مقطع بأي وصلة من البنكرياس راح نشوفه يتكون من two types of cells الأسينر سيلز اللي هي على شكل أسيناي هاي وأكفى الأيرس of يعني جزيرات صغيرة بها سيلز اللي هي الأيرس أو الأيلتس of Langerhans أما Langerhans ايلت او ايلز اوف لانجرهان هذه راح نشوف نكبرها شويه هذه المقطع اللي هاي الاسيلاز اللي على شكل تيوبز وتقطعها وهي شبه البنكرياس كومباوند جلاند باكسوكراين وباندوكراين الاندوكراين معناه سيلز دايركتلي تفرز الانتاج مالتها للبلد بينما الاكسوكراين فيها داكتس إذن إذا بها داكس لازم بها تيوبيوس اللي تيوب من تأخذ مقطع به تطلع الأسنة يعني دويرة من الخلايا هذا المقاطع مع التيوبز اللي تولد داكس يعني اللي تولد السكريشنز مع الديجستيف سكريشن أو ديجستيف سكريشنز مع البنكرياس هذه لكن ذني سيلز اللي هي ألفا وبيتا وغاما ودلتا هذه بالبنكرياس إحنا خصنا البيتا اللي هي وين بطيه لون هذه الدلتا وهذه الالفا السوداء الالفا تبر
يقول لك الجلوكاجون الهرمون والبتا تفرز الانسولين والدلتا تفرز التستر شو اسمه الديجستيف هرمونز وهكذا. هذا مقطع حقيقي، سلايد حقيقي في الكلاس، ديش صورة حتى توضح لكم هذا المقطع. المقطع هاي الاس ان ام، هاي التيوب يرجع الدكس، وهذه الايرز اوف لانجرهان، وهذه الطوخ كلش ذني هنا السيلز الالفا والبيتا والشغلات. اوكي مامتي؟ اذا عندنا احنا شنو عندنا الانسولين من البيتا cells which stimulates the uptake of glucose by the body cells thus decreasing the blood glucose level. وهذا تحفظوها BGL. BGL as is by the جميع. BGL blood glucose level. قاعدة يعني مصطلح معروف. BGL. Okay, بجل. أنا وش الفجل. بجل. Okay. الفجل. البي جي ال هو البلد جلوكوز ليفلز، هذه يسوي الكريز. جلوكاجون اللي هو طلع من الالفا سيل شو يسوي؟ ات ستيمولايز ذا بريك داون، يفسخ الجلايكوجين المخزون وين؟ المخزون بالليفر. ادى الحاجه اذا لذلك الجلوكاجون هو هرمون الصيام والانسولين هرمون الافطار. اوكي بالفطور احنا الانسولين اكثر شغل. الجلوكاجون اذا ما عندك متى تاكل الانسولين ما ينفرز لان يكتب لعله بالغلط شوجر بالبلاد، فاذا عند شده يهبط السكر نتيجه حركتك وهذه اذا تشتغل وانت صايم، فشلون يصعد الجلوكوز حتى يعطيك المستوى المطلوب؟ الجلوكاجون يحول الجلايكوجين بالليفر الى شنو؟ الى جلوكوز ويحافظ على المينتينس. This is the شنو هوميوستاسيس خذناها. بالهوميوستاسيس شيء يبقى بالانسد ويل بالانسد ذا سيم ليفل مع جلوكوز كذا من 70 الى 120 المفروض لا يزيد عن 70 ولا يزيد عن 120. اللي يشتغل الانسولين ايد بايد الانسولين ويا الجلوكوز شو اسمه الجلوكاجون الالفا والبيتا. اوكي لذلك الجلوكاجون ينفرز من الالفا سيلز اوف ذا ايز اوف لانجرهان ستيمليت ذا بريك داون اوف جلايكوجين اند ريليز جلوكوز ذير باي انكريزنج بلود ليفل اوف ذا جلوكوز. The glucagon and insulin work together to regulate and maintain the blood glucose levels, high PGL. So it could be a talk حتى تبول. Okay? And you're going to talk. You're going to talk. Glycogen. شنو هو الجلايكوجين؟ مو جلوكاجون، جلوكاجون هرمون. جلايكوجين اللي يخزن بالكبد هو اللي يجي من شنو؟ شوجر. لكن برطب الشوجر يتجمع على بولي سكرايد، يعني بولي جلوكوز يتجمع على شكل سكر معقد. Polysaccharide consisting of, you know, of numerous monosaccharide اللي glucose يعني glucose يعني linked together مربوطة أو bonded together stored as you know an energy source in liver and muscle. المصل والليفر. هاي اخر سلايد. طبعا انا المحاضره مال العام ضيعت انضاح دور عليهم ماكو. فعندي محاضرات انا كل سنه اسوي ابديتنج، فعندي محاضرات 2017 وقاعد اتعدلهن بس وحولت السلايدات بدلتهن الباك جراوند. هذا جديد الباك جراوند شو اسمه فتعبت لذلك وصلت يمكن لهنا هسه بالغرفه وسويت هذا السلايد. General medicine, diabetes medicine, insulin functions. General shit. It enables. هذا كلش مهم معادي. صح صح نحكينا بس بعد حكي مهم. أنه insulin enables glucose to be transported into the cell for body energy. هاي حكيناها. Glucose هذا مهم. Glucose is the preferred يعني المستحب is the preferred of the body. Fuel of the body cells. النقطة الثالثة the only fuel that the brain can use. البرين ما يعرف أي شجر غير الجلوكوز. ما ممكن يستعمل. لذلك الهايبوغلايسيميا خطرة. والهايبوكاليميا خطرة. يعني أنا أخاف على المريض من الهايبوغلايسيميا السكر أكثر ما أخاف عليه من يعني أضرب لكم مثال كلش حلو. كنا مقيمين نقعد بالطوارئ بالمدينة. والله يجيبون لنا ياهم عند الدايابيتس ميليتس شدية.
طبعا طالع لها شمينة او شمينة تابعين فاقد الوعي يا ابي شنو هذا عنده سكر متخربط اها عنده سكر متخربط انا بين امرين اما هايبوغلايسيميا تسويها كوما او هايبرغلايسيميا وتسوي كوما الهايبرغلايسيميا مو بيرسي يعني بذاتها هي تسوي لكن الهايبرغلايسيميا راح تولد لنا ما يسمى بالكيتون بوديز لان الميتابوليزم يصير انيروبيك يصير كيتون اسيد اسيد الكيتونيك اسيد هذه شو تسوي؟ تسوي كوما اذا زادت الكونسنتريشن مالتها كلش عالي ريحتها الاسيتون ريحتها مثل الاسيتون ذلك يجي فاتح حقه يشتم النفس مالته اذا بريحه الاسيتون هذا هايبا يعني هذا شنو؟ ذهبتك وما ماخذ العلاج مالته يعني مو هايبو هايبر هذا راح عشان تعلق له اهم علاج هو النور سيلاين لود بالدرجه عندهم ديهايدريشن يفقد اليورين كل الجلوكوز يطلع باليورين ويا يطلع ايش اسمه؟ ووتر لكن يتيبسون ويأكلوا وهاي الـ dehydration إلى علاقة أيضا بالكوما فـ dehydration والأسيتونز والأسيتيك أسيدز كلها إلى علاقة البرين ما يتحمل وماكو الجزء من البرين ما عاد بدأ يستلم جلوكوز اللي يشتغل بيه كوما ذهبتك كوما فأبو دهبتك كوما أولا تشتغل خلقه شوف الأسيتون الشيء الثاني أنه طبعا إذا تقدر تأخذ معلوماتها بس مكافي إذا ما قدرت تعرف الأسيتون ماكو يجوز حلقة مو مال يعني ماكل شيء ما تقدر تميز أو خشمك مسدود منشول أنت ذي صار شو سوي فد درب علق له جلوكوز لأن إذا هو هايبر جلايسيميك يعني معلق له جلوكوز ما راح يزيد ما زاد حن شو ما راح يزيد طين بلة يعني واحد جاي بلة ما يخاف من المطر الجلوكوز راح تطيق الدرب فإذا صحة إذا هايبر جلايسيميك راح يصحى إذا هايبرغلايسيميا ما صح خلال خمس دقائق يعني معناها this is hyperglycemia لأن المريض يموت من الهايبو مو من الهايبر بس يموت من الهايبر مو من الهايبر جلوكوز يموت من الأسيديتي ومن شنو الكيتون بوديز كيتو أسيديك كوما أسيدوتيك كوما أوكي شنو حتى دوين بيها نقطة ثلاث إيه فهذا هو conversion of the excess of glucose. الانسولين إذا أنت excess of glucose دعم. بس هاي ما هي إذا تسأل حتى الأسيدون بس هايبر إذا رحت الأسيدون ودماغه. يا بعدين قلت. راح تشحن لسانها وتطلبها علي. البابا بيصير جلوكوز كلش عالي بالبادي. وبدأ يدخل للسال الجسم يستخدمه بطريقة أخرى أن يحوله إلى كيتون بوديز الميتابوليزم بالليبر تحول الهاي جلوكوز مو كله لكن هو يجي هاي جلوكوز لازم تحوله إلى شنو إلى كيتون وأسيتون وهالشغلات اللي يسموها هي كيتونز هذه زيد بالهايبر شكل ما يجي إذا هو عنده هايبوغلايسيميا ما يجي الكيتونز وبعدين ما بيحتاج جلوكوز ما يجي وياي يعني بمعنى ان الواحد بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لا يطغى عن رآه استغنى الله مرات يبتلي الانسان بالفقر ويهايبو ويبتلي ويمتحن بالرزق واللي هي الهايبر والرزق الهايبر الامتحان بالرزق والعافيه والفلوس الهوايه هو اكثر خطوره من شنو الفقر ليش لان الانسان لا يطغى عن رآه استغنى بكل شيء بالمنصب بالفلوس بالهذي يقوم يشرب عرق ويقوم يشرب دور الكسرات ويعوف الله وينسى روحه ويضرب ويبسط ويحكم بفلوسه خذوا هذا خالف برلمان والحكومة جرابيع والله جرابيع بابا حتى لو ابويا بالبرلمان اكبر جربوع ظلام ما عندهم رحم دولة كلهم هايبر بالبرلمان هايبر بالبرلمانزم والله كلهم طغاة والله اليوم امشي واسك بيهم لان وين ما امشي قصاد هذا المنصور العظيم الحي اللطيف اذا اطلع بعدها مني ما بمشي كل قصه وين الحكومه هاي جربوعة من العاصمه مثل الكلب اي والله لا تسوي اذا هو المنصور اللي هو روح بغداد شوارع محفره والسيارات صار جراج الطريق الرئيسي صار جراج للمرور يشتغل للبلد تشتغل للتأمين هذا العبد المهدي ما يسوي
على ابوهم لا واحد واحد والله لا خاف بس من الله سفن قلت له راح تروي وياك تشم من الشغله ما في شعب ميت من القهر ومن الجوع ومن بيجي الانسولين بريفنت البريك داون او بودي بروتين يعني انت اذا عندك شكر وما ممكن تستخدم البودي تحايل طاقه ماكو زين الانسولين ما يدخل السال يجي شو يسوي؟ يحرك العضلات وما يفتهم على انه جلوكوز اكو ما يدخل السال يفتهم على انه جلوكوز ماكو هذا الامبرشن مال الانزيمز والريسبتورز فيقول لك ها يعني كانوا هايبوغلايسيميا فحتى يعوض عن هايبوغلايسيميا يسوي بريك داون الفات ويسوي بريك داون العضلات ويصير كل شيء بالمقلوبين ذاك تطلع الاسيتونز وتطلع وكان الله يحب المسلمين من عنده سؤال بعد ام الاسيتون عنده سؤال؟ صاحبي ضفرك عجبتها كلمة اسيتون بعدها كل شيء والله؟ اي دقيقة هاي اخر شيء هذه كل الصورة بعد هذا هو اوكي؟ الانسولين سكريتد باي ذا بنكرياس البيتا سيلز مو مال هذا كنترول دام تقعد بالصباحيات الانسولين مالتك واطي لان على ايش طالع هذه النورمالي لان ماكل الاكل اللي بتكوس عادي وانت خلال هالفتره نايم وش اسمك لكن قاعد تريقد بس تريقد يبدا يصحى لا اله الا الله لا اله الا الله فيا علي وكيف وصل الى امكبي قلت نتنعم بنعمه الله ونكفر به لا اله الا الله لا اله الا الله يصعد راسه وين الاكل حتى يحميك حتى يغذيك حتى يعطيك طاقه حتى تتحرك لان يسوي اي تي بي ويبدي ينزل ما يظل يلح عليك زايد ويدمرك ينزل صار وقت اللانش الغداء شويه خبل بس اكلت لك ساعات حتى يلبي الطلب اللي انت تريده اكلت وشربت وهذا حتى هذا الابسوربشن وين يروح؟ يروح للمكانات المطلوبه ويبدي يشتغل وهكذا بالليل فاذا يعني فانكشنال بكل معنى الكلمه مو في شيء ستريت شكل انسلين 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 ماكو شكل شكل اوكي هات الجيب البرلمان بوغزم ايه هذا دقيق ساعي اخر وحدة انسولين اللي يعني بمعنى انه يطلع انسولين من المصر ومن الجراد الفاق هذه ما يمنعها لانه يقول له هذا انسولين يدخل السال لا تلعب باي شيء مكان فهذه مو ساعي انهانسز بروتين لذلك الانسولين هو العمدة مال جسمك ومال تعدو انسولين كل مش هو عالي لكن السيرتس بتشتغل يسموها انسولين ريزيستنس اس واحدة من اهم اسباب الانسولين ريزيستنس اكسسيف فات ديبوزيشن من يزيد الفات بالفات بالجسم بالفات ديبوتس انسولين ريزيستنس اس ليش هو بعد وياي لذلك من يضعف روحه كل دور اسمع كلش بيضعف روحه تروح دايبتس سيرتس مالته يرجع طبيعي يشيك الشوكر مالته كل شيء ماكو اوكي اسيتون ماكو بس
خلاص ابي ضغط اطيح. هي سمنة؟ عاد مو شو داعي بالسوالف، هم شو تحس بيها؟ بيبي مش حلوة؟ لا ما ضل عشاق لا. كتير باب عرزت ما قد. لا حلوة هي دعابتك لأن الدهر مو قد نادر حلو. وإذا مو حلو مو دعابتك. ليش واحد يقول واحد نام حلو لو كنت تضحك؟ شيء طبيعي ما يصير واحد نام حلو مو حلو. من عنده سؤال؟ يلا طلع ورقة وقلم. يا ما ماكو داعي ماكو اليوم بينا ورا صب العشاء احمد طاهر بس اسمعكم وخليها فوق.